السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع النهاردة الشيح، الشيح وفوائده للحمام ولجميع أنواع الطيور والأغراض أخرى. هنشوف بقى هي إيه الأغراض الأخرى أيضا. هنشوف ده الشيح أهو، الكيس ده أنا كنت شاري ب2 جنيه، يعني البياع بتوصيه بشوية. دول انا خدت يجي تلتهم، يعني شوف الكمية ب2 جنيه، هو رخيص جدا، ريحته جميلة جدا يا جماعة، بيتضاف على البخور وبنضيف منه على اكل الحمام، نضيف منه على اكل الحمام. هنشوف ازاي نحط منه شوية على اكل الحمام، وممكن تنطوره في المكان. عموما قلنا الحمام او اي طيور اهو، ده مطهر معوي كويس جدا اهو، ما يضرش الحمام في حاجة. ولو انت كانس بعد ما تكنس مكان الحمام رش في المكان، مفيش منه مشكلة، ورخيص يعني، لما تجيب 2 جنيه ترشهم مفيش مشكلة. ولو كمان هنقول اغراض اخرى، ان هو هي كلمة اغراض اخرى دي اللي هو طارد للزواحف. هتستغرب، هي طارد للزواحف فعلا زي ما سمعت كده، طارد للزواحف. ازاي يعني؟ لو في برص مثلا في المكان، يعني بيخش لي من الشبابيك زي كده برص، او من الباب، او لو هقول ايه، مش عايز اخوف حضراتكم، قلت تعبان لاني ما بيحبش ريحته، فهو طارد للزواحف زي ما قلت كده بالظبط. طيب هنقول هنعمل ايه برضو على الشباك، فكرة يعني جتني كده، هنعملها مع بعض ونشوف ازاي. طيب انا جبت قصيت حته من الشكاره دي اللي هي شكاره رز فاضيه اهو، جزء منها اهو. بعمل ايه؟ اجيب فيها شويه شيح كده، حبه صغيرين كده اهو. لو عندي شبابيك سلك زي اللي وريتها لحضرتك دلوقتي، حط شويه الشيح كده اهو، واربط واقفل عليهم كده، اطبقهم اهو. تمام، طبقتهم، ومعايا قطعة سلك زي دي اهو، قطعة سلك اربطها كده اهو كده. تمام، بقت زي ما يكون كيس. ليه بقى الحتة دي؟ الحتة دي من الشكارة انها هتخرج الريحة برضو. تمام، وهنعمل زي صنارة كده في حتة السلك، نتنيها كده، يا رب تكون باينة اهو بالشكل ده. تمام اهو، شوف ازاي. ونروح للشبابيك، نعلق في كل شباك قطعة من دي، نعمل حتة زي دي ونعلق في كل شباك يكون سلك اهو. شباك اهو، شباكنا اهو، ونعلق اهو، نخرجها من السلك ونعديها من الناحية التانية زي ما حضرتك شفت كده، اتعلقت القطعة من الشكارة اللي جواها الايه الشيح. تمام، وتعمل كده على كل الشبابيك على قد ما تقدر، اعمل واحدة، اعمل اتنين على كل شباك، تلاتة، تمنع الزواحف ان شاء الله. طريقة مجربة، وابقى ادعي لي، ما تنساش تدعي لي، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.